لو حبينا نتكلم بقى حوالين ايه هي الهيدروجيوفيزيكس، انا بحب اعرفها انها مارينج او يعني تزاوج ما بين تو ساينسز زي الهيدرولوجي او الهيدروجيولوجي والجيوفيزيكس، فعشان كده سميناها هيدروجيوفيزيكس. اللي حبينا نشوف مور يعني ديفينيشن، فورمال ديفينيشن، هي كروس ديسيبلينري اريا، منطقه فيها دخول بين تو ريسيرش بوينتس، يعني بيستخدم فيها جيوفيزيكس عشان يحدد الايرث بارامترز وعشان يعمل مونيتورنج لاي بروسيسز بتاع الهيدرولوجيكال ستادز في حركه للمياه نفسها من غير ما نعمل دريلنج. يعني الميزه الرئيسيه ان احنا في الجيوفيزيكس مش محتاجين نعمل دريلنج، خيار السنسور اللي بنستخدمها سواء على الساتلايت سواء على الطيارات على الجراوند داخل البور هولز بنعمل وول لوجنج مثلا ولا حاجه، فدي طبعا لو حاله الوول لوجنج بيكون اوريدي في حفر موجود يعني، لكن ان جنرال من غير حفر انا بستخدم قياسات سيرفيس او ايربورن او غيرها، ده بيكون ما فيهوش، فبيكون نون انتروسيف، وبيكون ده بالنسبه للناس كتير بيكون ايه تكلفته اقل شويه. فهي بتستخدم الجيوفيزكس عشان يبروفايد كوانتيتيف انفورميشن اباوت هيدروجيولوجيكال بارامترز اوف انترست يعني. فطبعا اي تغير في الهيدروجيكال فاريبلز، اي هيدروليك كوندكتيفيتي مثلا او غيرها، باي تغير فيها له انفلونس على جيوفيزيكال ميجرز، اي حركه للمياه، اي تغير في السلينتي بتاعتها بيديني ريفليكشن على جيوفيزيكال ميجرز. فجيوفيزيكال ميثودز بتستخدم ميجر انتربريتيشن، بستخدم القياسات الجيوفيزيائيه وبستخدم الهيدروجيولوجيكال انفورميشن برضه عشان اعمل جود مابينج للسب سيرفيس بروبرز. طبعا في النهايه لازم يكون في انتجريشن بين الهيدروجيست والجيوفيزيست يشتغلوا مع بعض ان تيم ورك عشان يعملوا بيتر انتربريتيشن. ايه الابلكيشنز ممكن استخدم فيها الهيدروجيوفيزكس؟ حاجات كتيره جدا، عشان ادور على الووتر ريسورسز او ديلينييت مكانها والاكستنشن بتاعها فين، برضو عشان اعمل اكوفر مونيتورنج، انا عايز اعرف كميه السحب اللي بتتم على الخزان الجوفي واعمل مانجمنت، امتى اعمل بامبنج، امتى اوقف البامبنج شويه لو في اجريسيف يعني بامبنج. كذلك في ملوثات ووتر بولوشنز او كونتامينانس سواء كان بيولوجيكال او كيميكال كونتامينانس في المياه، برضو ممكن اعرف وجودها او الاكستنشن بتاعها فين. السي ووتر انتروجن ده موضوع هنتكلم عنه النهارده اكستنسفلي شويه، اللي هو غزو البحر، ازاي بيتم غزو البحر لما يكون مثلا في سحب جائر مثلا المياه الجوفيه، فبتيجي تسحب المياه العذبه فبيخش مكانها، لو انت منطقه كوستال يعني بيخش مكانها مياه مالحه وبتعمل مشاكل كتير جدا. انا اشتغلت في مشاريع كتيره جدا في دول كتيره في العالم، اللي انا اعمل لها هايلايتنج دي هي المشاريع المتعلقه بالهيدروجيوفيزكس او الهيدرو يعني بحث عن المياه بصفه عامه. المشاريع دي منها في مصر، منها في امريكا، منها في السعوديه، منها في سلطنه عمان، منها في انجلترا، منها في فرنسا، في دول كتيره في العالم اشتغلت فيها. هحاول اختار من النهارده، هختار حوالي 4 أو 5 كيس ستاديز على حسب الوقت ان شاء الله اعرضها عليكم. من الكيس ستاديز فيها معلومات مفيده جدا، ونشوف ازاي عملنا قياسات، ازاي عملنا انتربريتيشن، فدي بتدي خبرات تقدر تستفيد بيها لما كنت تعرضت لمشكله زيها او انت لو هتاخد قرار.